بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص هذه السنة الدراسية الجديدة 2018-2019 في مجموعة مدارس بورغون ثانوي إعدادي وثانوي تأهيلي، انطلقت عملية الدخول والتحاق التلاميذ بالحجرات الدراسية في واحد العملية اللي أقل ما يمكن أن يقول عنها أنها عملية جد سلسة وجد منظمة. الدخول الدراسي لهذه السنه 2018-2019 في مجموعه مدارس بورغون عرف واحد المجموعه ديال المتغيرات لا على مستوى البنيه التحتيه للمؤسسه من خلال تاهيلها تاهيلا علميا وتربويا مهما جدا، تجهيز القاعات باحدث التقنيات، تاهيل المؤسسه وفضاؤها بمجموعه من الفضاءات التربويه. ثانيا عرف الدخول الدراسي لهذه السنه جديد الاطر التربويه والاعتماد بالاساس على الكفاءه التربويه، الاعتماد على الانضباط التربوي، والاعتماد بالاساس على العمل بالتعاقد على الاهداف التي من شانها خدمه مصالح التلميذ في نهايه السنه. من ناحية كذلك التربوية تم إدماج مادة جديدة اللي هي مادة البرمجة لا بروغراماسيون، اللي غادي يتعلموا فيها الوليدات كيفاش يتعاملوا مع الروبوتيزم، روبوتيك الرجل الآلي، وكيفاش ممكن يبرمج الرجل الآلي. وارتأينا أن هذه المادة هذه ممكن تدرس باللغة الإنجليزية، والهدف من إدماج هذه المادة هو تطوير المهارات اللغويه لدى التلميذ على اساس انها تدرس باللغه الانجليزيه. كذلك دون اغفال ان المؤسسه مجموعه مدارس بورغون ثانوي تاهيلي خصصت جناح خاص بالتمريض، رصدت له بعض التجهيزات اللي هي حديثه من اجل التدخلات الاستعجاليه. نذكر على سبيل المثال بعض الحالات الاختناق التي قد تقع مع التلاميذ الذين يعانون من الربو وبعض جروحات طفيفه، دون نسيان ان هناك شراكه تربط بين مجموعه مدارس بورغون ثانوي تاهيلي وبين احد المصحات الخاصه للتنسيق في هذا المجال. بالفعل ان الدخول التربوي الجديد 2018-2019 ياتي هذه السنه في ظل مجموعه من السياقات والمتغيرات، وكما لا يخفى عليكم فان اهم السياقات العامه والمرجعيات الكبرى تتجلى بالخصوص في الخطب الملكيه الساميه، حيث جلاله الملك محمد السادس نصره الله في عديد المناسبات يولي عناية خاصة لقطاع التربية والتكوين، وهو الأمر الذي ضمنه في جملة من الخطب السامية التي كان آخرها خطاب العرش وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة. الشكر لله سبحانه وتعالى ثم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء 16، وكذلك المديرية الإقليمية بأمانة مقاطعة الدار البيضاء أنفا، وشكرا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تحقق المؤسسة أهدافها، واللي هي بالأساس خدمة الوطن، وبالأساس تخريج جيل قادر على حب الوطن والتضحية من أجل الوطن وخدمة المجتمع في جميع المجالات إن شاء الله الرحمن الرحيم.